الاقتصاد التركي في دقيقة، أهلا بكم. وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى وارانك يعلن أن الصناعات التحويلية في البلاد حققت نموا بنسبة 10.5% في الربع الأخير من عام 2020. أعلنت شركة سنيورا للصناعات الغذائية أحدى شركات مجموعة بيك الفلسطينية استحواذها على شركة تراكيا التركية لصناعة اللحوم مقابل 28 مليون دولار. المبعوث التجاري لرئيس وزراء بريطانيا إلى تركيا يقول إن المستثمرين البريطانيين يفضلون العمل في تركيا وينظرون إليها كبلد يحتوي على إمكانات استثمارية مهمة، وأضاف أن التعاون الاقتصادي بين بريطانيا وتركيا يصب في مصلحة البلدين، لا سيما وأن المستثمرين البريطانيين ينظرون بإيجابية لإقامة مشروعات استثمارية جديدة في البلاد. وزيرة التجارة روسار بيكجان تصرح بأن الصادرات زادت بنسبة 9.6% في فبراير الماضي لتصل إلى 16 مليار و12 مليون دولار، محققة على رقم للصادرات في فبراير على الإطلاق. خبراء مصرفيون يشيدون بنمو الاقتصاد التركي خلال عام 2020 رغم تداعيات الجائحة، وفي وقت سابق كشفت هيئة الإحصاء التركية عن نمو الاقتصاد التركي بنسبة 5.9% خلال الربع الأخير من عام 2020 و1.8% على أساس سنوي.